في حاجه مهمه جدا لازم ناخدها في اعتبارنا واحنا بنبص على الجزء بتاع السيجنال بروسيسنج بتاع الالترا ساوند، وهي الجزء بتاع الكلاتر. الكلاتر ده معناه السيجنال فروم ستيشنري تيشوز. اللي بيحصل لو احنا بنبص على السبيكترم بتاع الحاجه اللي راجعه لنا، بيبقى في بيك عاليه قوي كده بتمثل لي الريفلكشنز جايه لي من الستيشنري تيشوز، وفي جزء بقى اللي هو الصغير ده هو اللي بيمثل البلد. اوكي، فنتيجه لان احنا عندنا البلد ده قليل جدا، يعني قيمته صغيره جدا بالنسبه للكلاتر، دايما بنحاول نعمل حاجه اسمها كلاتر ريجكشن او كلاتر ريموفال فلتر، يعني نحاول نشيل الكلاتر ده عشان نقدر نشوف البلد ده بشكل يكون احسن. اوكي، فبيسكلي لو احنا بصينا على الشكل ده كده، احنا طبعا بنعمل دي موديوليشن، معناها ان احنا لو احنا عندنا ده مثلا سنتر فريكوانسي بتاعه 5 ميجا، لما بنعمل دي موديوليشن ده بيتنقل عند الزيرو. اوكي، ده بيبقى عند الدي سي. فبعمل هاي باس فلتر، يعني عشان اخد الجزء اللي هنا ده واخد الجزء اللي هنا ده واريجكت الجزء بتاع الكلاتر ده. الهاي باس فلتر ده او الكلاتر ريجكشن فلتر ده اكشوالي بيبقى سيلكتبل باي يوزر، يعني ده بيبقى واحده من الاوبشنز اللي قدام الدكتور على المكنه يقدر ان هو يغير فيها زي ما هو عاوز. وانس ان احنا شلنا الجزء بتاع الكلاتر ده، وطبعا هو بيتشال مع الجزء بتاع البلاد اللي تحت، ما نقدرش ان احنا لو عندنا نويز في نفس الفريكوانسي بتاعت البلاد، يعني على نفس الفريكوانسي بتاعت البلاد اللي هي جالها عالي اللي هي حقيقيه، ما نقدرش نشيل واحده ونسيب الثانيه، لازم نشيلهم هما الاثنين مع بعض. فهنشيل الجزء اللي هو هنا ده كله، ويفضل لنا بقى الجزء بتاع البلاد اللي هنا والجزء بتاع البلاد اللي هنا، هو ده اللي ايه بنستعمله بعد كده في الايه في الاناليسيس. اوكي، فاحنا بنتكلم على الجزء دوت ان احنا بنعمل حاجه، يعني طبعا بنسمى الكلاتر ده ساعات بيسموه الوول موشن فلتر، لان احنا عاده الجزء بتاع السيجنال ده بيبقى جاي لي من الوول، من الفيسل وول، لان انا باخد السامبل فوليوم بتاعتي بيبقى لها طبعا اكستنشن في الاليفيشن وفي كل دايركشنز عموما، فالاقي ان جزء منها بيبقى واخد سيجنال من الوول، من الفيسل وول. فيسل وول بيبقى ريفلكتور، ريفلكتور ده معناه ان هو بيرجع لي سيجنال بانتنسيتي عاليه. فنقطه ان احنا لو ما عملناش الجزء ده، الكلاتر الحقيقه بياخد لي معظم الدايناميك رينج بتاعي بتاع الايه بتاع الكونفرجن. لو انا ما عملتش المرحله بتاع كلاتر ريجكشن دي بشكل مظبوط، هلاقي ان معظم الدايناميك رينج ضايع لي في الكلاتر، وهلاقي الجزء اللي فيه البلاد اللي هو فيه الكونتراست بتاعه اللي هو يهمني بقى، هلاقي ان كله يعني في فيو بيتس او فيو يعني فيو نمبرز كده قريبين من بعض، فما اقدرش اشوف فيه كونتراست خالص. هطلع الريزولوشن بتاعتي الفيلوسيتي بتاعتي هنا في الدوبلر هلاقيها وحشه جدا. اوكي، فدي حاجه مهمه جدا لازم تبقى عارفينها. لو بتكلم على مثلا الفرق بقى بين البلاد وبين التيشو عشان نبقى متخيلين، يعني اللي هي البلاد طبعا هو اللي بيجيب لي دوبلر سيجنال، والتيشو اللي بتبقى جايبه لي ستيشنري سيجنال. اوكي، الفيلوسيتي رينج بتاعي ممكن يبقى من 0 لغايه 600 سنتيمتر بير سكند. اوكي، ده حالات اللي هي بتبقى قريبه قوي من الاورتا، يعني برضو دي حالات اكستريم. يعني السيجنال انتنسيتي بتاعتي فيري لو. اوكي، التيشو بقى اللي هو بيمثل لي الكلاتر، السرعه بتاعته قليله جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت عندنا بنتكلم ان هي 40 ديسيبل هاير ذان ذا بلاد. 40 ديسيبل، 40 ديسيبل ده رقم كبير جدا جدا. فبنتكلم ان احنا عندنا لو احنا عملنا كات اوف للهاي باس فلتر بتاعنا ده عشان يشيل لنا الدوبلر شيفت اللي جايين من 10، يبقى معنى كده هشيل كل الحاجات اللي لها علاقه بالتيشو خالص، يبقى اللي فاضل لي بعد كده هو الحاجات اللي لها علاقه بالبلاد. اوكي، بس تاني الجزء بتاع السيلكشن بتاع الفلتر فريكوانسي ثريشولد او الوول موشن فلتر كاركترستكس دي، هعمل كاتوب بتاعي كام، ده بيبقى الدكتور هو اللي بيحدده وهو بيستعمل المكنه، ده ما بيبقاش حاجه بريسات وثابته في الديزاين بتاع المكنه نفسها.